اساسا هو ما بيعرف ليه هو انه مرتي ام ولادي ام وديع مثل مسنيه وتزوجته ومجوزها بالمحكمه الجعفريه ومجوزها بالكنيسه ومجوزها مدني فلوكم العلقه ليش يعني ليش شو عم يحكي شيء جديد؟ عم يحكي اني انا بدي اقبض من الشيوخ انا عمري ما قبضت انا اللي عمل لي فيزا على قطر ابني وديع الله يطول عمره عندي شغل هوني واستاجرت بيت قعدت فيه واشتريت سياره طبعا على حسابه وابو وديع ما طلب منك ولا موقف سياسي ابو وديع ما طلب منك ولا موقف سياسي ولا حدا فضل علي بفرنك انا اللي بده يفضل علي بفضل علي بمحبته فضل علي باحترامه لالي هذا هو الفضل علي بس بس ابو وديع مين اهتم بعلاجك من اول ليله مين اهتم بعلاجك ومين عرض عليك انه يهتم بالعلاج في شخصيات كبيره عرضوا بس خدماتهم قالوا انه طيارات خاصه كل شيء تحت امرك اللي بدك اياه كل العالم ابو وديع شو دقق على جسمك بعد فرجيتني بالبيت لك الدق ما انت فرجيتني بتفرج فرجيني شو فرجيتني بالبيت شو انا بلعب مصارعه بس فرج دق شيء على هون دق عذرتي دق العذره واسم بيي وامي وولادي واسم بيك وامك وولادك وصوره ثانيه وصوره وديع ابني صوره وديع ابنك وقت صورتك فيني احط الصوره هيدي بس تاتو لو سمحت بقدر حطوا يحطوك هونيك محل ان شاء الله حطوا